الجولة الرابعة من منافسات الدوري الليبي الممتاز في أجواء باردة أتمنى أن تكون ساخنة داخل أرضية الملعب. الخلجاوي يلعب مع الصحارى التعاون مع خليج سرت. نبدأ على بركة الله طبعا بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين سيد خليج سرت. وتنطلق صافرة المباراة عن طريق فؤاد. فؤاد الآن يلعبها خطيرة الكرة لصالح الخليج، خطيرة خطيرة، ممكن التسديد ولا وجود إلى ضربة جزاء بتغطية ليبيا الرياضية. دائما وأبدا متواجدون إن شاء الله. الحدث الأبرز والأقوى والمميز والأول والناقل القلوب وسحرة العيون، هذا الجلد المدور هل سيبتسم للتعاون؟ كرة خطيرة لكن الإبعاد والجرينتا، تسمعون الصراخ من جانب عناصر الخليج. هاي العرضية هاي خطيرة، جول أسد الترنجة في الدقيقة الثامنة. هذه لقطة الإعادة واحدة، نعم بروحها بروحها الكرة وصعبة عليك يا محمد يا العجمي. في مباراة قلت مفتوحة، شم رائحة أهداف، بشرني تالانداي بهدف أول بأنها ستكون مباراة مميزة. الكرة في الجهة اليسرى الآن، عادت الوجود إلى التسلل، تالانداي تالانداي تالانداي، حرام عليك يا تالا، ماذا تفعل يا تالا، ماذا تفعل يا تالا؟ لقطة الإعادة لا وجود إلى التسلل، لا 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 وجود إلى التسلل في ظل علي جعفري سوء الرقابة. شوفونا لقطة الإعادة، الخروج الخاطئ كان من العجمي. أنا كنت تسدد يا تالانداي، كنت تسدد يا تالانداي. هذا التونسي صافرة عليك يا الفراي. فؤاد فؤاد الخرايفي أمامنا لقطة الإعادة. نعم تسلل واضح، مثل ما تقولوا أنت عامل خيمة في الأوفساي يا فؤاد. في آخر خمس دقائق أصبحوا يضغطون عناصر خليج سرت. خطيرة الكرة هذه الآن في الجهة اليسرى، يمر وممكن العرضية والمراوغة، وماذا تفعل؟ خطيرة التعديل، رائعة رائعة. مجريات الشوط الأول، هذه لقطة الإعادة. يا فؤاد يا فؤاد يا فؤاد، بشير والعرضية وخطيرة يا عزيز. عادت الكرة عن طريق بشير، واحد مع واحد، هل يمر بشير وباليسارية؟ ولكن تبعد وتعود جيد الكرة. حذاري من الأخطاء، حذاري من الأخطاء، الكرة تعود، حذاري من الأخطاء وخطأ. هذه الكرة خطيرة، بعض المناوشات وأول إنذار نعم نعم التدخل كان قوي. هي مباراة ثلاثة نقاط، الكرة بالقايد مع بشير، بشير بشير خطيرة وممكن الآن تسلل تسلل تسلل، نعم هنالك راية راية. ظل أجمل وتالانداي تالانداي، هل يضربه؟ هل يعاقبه؟ تالا 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 بعيدة. وقد التعاون بهدف مقابل لا شيء، وخطيرة الكرة من تالانداي. عرضيات التعاون بصراحة خطيرة، وهذه المرتدة خطيرة ممكن تكون لعناصر الخجاوي، هذه خطيرة هذه خطيرة، ممكن الآن ممكن التعديل، خطيرة الكرة، يمشي حسين العبيدي في الجهة اليسرى، واحد مع واحد، كل عناصر التعاون الآن عادوا إلى المنطقة، ولكن ركني من جديد قطع الكرة والتدخل من جانب السميدة، زاد في السرعة يتدخل في الجهة اليسرى، هل الكرة بعيدة؟ لا، يلحق بها اسلام، واحد مع واحد، اسلام مع خطاب، اسلام يمر، اسلام خطير، اسلام رائع، اسلام ويتحصل، لا ضربة مرمى. فؤاد 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 والعرضية وخطيرة وممكن التسديدة. او بين الشوطين في غرفة تبديل الملابس، ماذا قال لكم محمد كريم الخلجاوي لتدخلوا بهذه قوة؟ امامنا شامخ القذافي، وهنا الكرة عن طريقي بالقايد، واحدة واثنين، الله الله الله، الكرة خطيرة وممكن وجول، لا ولا أروع ولا أجمل ملعوبة، نعم سيمفونية ومعزوفة بأقدام فرانك عزيز، وجول وجول وجول. ومرر الكرة والعرضية والرأسية ليعود الخلجاوي. أي مباراة يا سادة يا كرام، هذه لقطة الإعادة. يا سلام يا سلام يا سلام، هنا المراوغة والمرور، يا عزيز، رأسية من كانت من إسلام.
الكرة كانت من محمد حماد الذي يسجل كرة على القوة إلى عناصر الخلجاوي. نعم أنت كابيتانو بمعنى حقيقي. يشوفون الدوران، يا سلام يا سلام، والله لعبة، والله لعبة، لعبة فنية تحفة بصراحة معزوفة يا محمد يا حماد. هنا الاحتفال بالأمارة، أن الفريق يحتاج إلى كل نقطة في المباراة القادمة. فرج عبد الحفيظ جول، هدف 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 ثاني، هدف ثاني. مباراة الرأسيات اليوم، رأسية تلنداي، رأسية محمد حماد، وهي الرأسية الثالثة، هدف ثاني. هذه لقطة الإعادة برأسية يشتاوي، يسجلون الهدف الثاني. أي عرضية يا فرج عبد الحفيظ، أي عرضية يا فرج عبد الحفيظ. الكرة تلتعب من جديد في اللجال اليسرى، فرج عبد الحفيظ الآن ستبدأ معركة، الآن ستبدأ معركة في المباراة. ويخطف الكرة لتعود ويرسلها عالية عند تلنداي وعند الشامة، خطيرة خطيرة وتسديدة. هاي تلنداي، هاي تلنداي، مزعج أنت يا تلنداي. هذه لقطة الإعادة من تلنداي، كيف ما جت تلنداي يضرب الكرة. ولكن دكة البدلاء كمال بالعيد أيضا لعب لدى الفريقين عبد الخليج ولعب التعاون. الكرة الآن تنفذ خطيرة. يا قايم آخ، يا قايم آخ، آخ يا قايم آخ. حظ، الحظ ينقذ الخلجاوي من الهدف الثالث. لم تخرج الكرة تلنداي تالا خطيرة. أجمل ما في المباراة بصراحة هو الرتم العالي من الفريقين. هذه لقطة الإعادة وهذه الكرة الخطيرة. تركيز كان الإعادة الأخيرة من جديد. الكرة تنفذ وتعود، ممكن الآن، ممكن التعديل، خطيرة ويأتي الإبعاد من جانب ماهر العبيدي. تعود الكرة خطيرة من جانب عناصر خليسترتس. يضغطون الخلجاوي، يضغطون الخلجاوي. هو استقبال رائع واستقبال جيد. عادت الكرة خطيرة تالا، ممكن الآن على الجهة اليسرى تالا مع الجعفري، ولا وجود إلى خطأ. استطاع اليوم أن يتفوق على المدرب التونسي الآخر وهو محمد كريم. الكرة خطيرة وخطأ قريب، حذاري من هكذا أخطاء. إبراهيم الآن ليبلو، هل سيكون الخبر الصار والتعديل للخلجاوي يا إبراهيم؟ وكرة خطيرة ممكن، والتسديدة يا عيني يا عيني يا عيني. جول 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 جول. تسديدة يا سلام، ولا أروع ولا أجمل، على طبق من ذهب. يا فتحي الطلحية، يا فتحي الطلحية. مباراة الأهداف الجميلة المليئة بالأهداف، أربعة أهداف آخرها بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد يا طلحي. يضرب الخلجاوي هدف ثاني وهدف التعديل. شكرا والله على هذه المباراة يا تعاون ويا الخليج، مباراة قوية. حذاري من الثالث، حذاري من الثالث. هذه لقطة الإعادة، يأتي الإبعاد من جانب اشتئو. قوية قوية قوية، حط فيها كامل قوة رجلة، حط فيها. شوف شوف هذه الإعادة عزيزي المشاهد، قوة كبيرة جدا، قوة كبيرة جدا. واربع ممتازة تسديدة بصراحة. هذه لقطة الإعادة لا تصد ولا ترد. لا لوم عليك يا طلحي.